الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. السلام عليكم إخواني أخواتي. سأخذ خمس دقائق، خمسة أو ست دقائق فقط قبل إن شاء الله قبل صلاة العيد. أود في البدء أن أشكر الله سبحانه عز وجل أن وفقنا لأداء شهر رمضان المبارك صلاة وقياما وتنظيما كذلك، وخاصة تنظيما. وأريد أن أشكر كل الإخوة والأخوات الذين شاركوا في إنجاح يعني تنظيم هذا الشهر المبارك، وخاصة اللجنة الدينية التي أشرفت على تنظيم المحاضرات والدروس، والتي أغدقتنا يعني في هذا الشهر، وكانت كل يعني تقريبا كل نهاية أسبوع مملوءة بالدروس. فذلك بفضل الله سبحانه عز وجل وبفضل اللجنة الدينية. ثم لا أنسى أن أشكر كذلك لجنة الأمن والتنظيم، خاصة هذه اللجنة التي سهرت كل ليلة على تسيير وتنظيم الأمن داخل وخارج المسجد. إذن أشكرهم جزيل الشكر. وكذلك لجان أخرى كاللجنة، مثلا لجنة الشؤون الاجتماعية التي تشرف على زكاة المال، زكاة الفطر يعني أقصد، تنظيمها وملفاتها، وكذلك هي عبارة عن أعمال يعني شاقة ومتعبة. فنشكر يعني طاقم هذه اللجنة ولجان أخرى كذلك، يعني تداخل لجان من أجل إنجاح هذا الشهر المبارك تسييرا وتنظيما. فأتقدم إليهم في هذا اليوم العظيم يعني بالشكر الجزيل للإخوة والأخوات جند الخفاء، يعني أشكرهم جزيل الشكر. ثم كذلك أريد أن أعرج على مؤسسي الجمعية. سنة 1994 تأسست هذه الجمعية، وبفضل تلك الرجال يعني الذين أسسوا هذه الجمعية، والآن مضت عليها السنون، وها نحن اليوم في هذا المسجد الكبير يعني مقارنة بما كنا فيه. فأنا أتوجه إليهم باسمي بالشكر الجزيل لكل الذين أسسوا هذه الجمعية. ثم لا يفوتني أن أشكر جميع الإخوة الرؤساء الذين سبقوني، ابتداء من الرئيس الأخ المصري عبد الله حسان جزاه الله خير، هو أول رئيس للجمعية. ثم تلاه المرحوم النجم رحمه الله، فنشكره على خطاه وعلى عمله. ثم تلاه الأخ الرئيس طالب محمد، نشكره كذلك على عمله، ونتمنى من الله سبحانه عز وجل أن يتقبل عمله يوم القيامة إن شاء الله. ثم تلاه الأخ الرئيس مليك معزوزي، وكان يعني نتقدم إليه كذلك بالشكر، وكانت يعني مرحلته مرحلة مشروع بناء هذا المسجد. فنحن نعلم أنه سعى بالكثير الكثير، فنتقدم إليه بالشكر الجزيل. ثم تلاه الرئيس كمال بيغا، الذي ساهر هو ويعني وكل الإخوة ساهروا من أجل بناء المسجد، حجرة حجرة، نافذة نافذة، بابا بابا، وكلكم يعلم. فنتقدم إليه بالشكر الجزيل، ونتمنى أن يتقبل الله خطاه إن شاء الله وعمله. ثم تلاه الأخ عبد الوهاب رامحي، الذي نتقدم له كذلك بالشكر الجزيل، ونشكر له كل المشاريع التي قام من أجلها، ونقول له كن بخير يا أخانا، كن بخير إن شاء الله. ثم تلاه الرئيس عبد الرزاق، الذي ندعو له
إن شاء الله بالذرية الصالحة. نتمنى من الله سبحانه عز وجل أن يتقبل دعاءنا في هذا اليوم وأن يرزق أن يرزقه إن شاء الله الإنجاب، إنه الشخص الذي لا يعيا ولا يكل. ثم تليته أنا العبد الضعيف. أتمنى من الله أن يكون الإخلاص، الإخلاص في العمل والجنة لا غير. هؤلاء كانوا رؤساء الجبلية ولكنني لا أنسى جنود الخفاء، كل الإخوة والأخوات، كل الإخوة والأخوات. لا يسعني الآن أن أذكر كل واحد باسمه، أشكرهم جميعا جزيل الشكر، جزيل الشكر. إن شاء الله نتمنى من الله سبحانه وعز وجل في هذا اليوم العظيم أن يتقبل دعاءنا هذا. ثم قبل أن أختم، تعلمون جميعا أن لدينا مشروع بناء مدرسة لتعليم أبنائنا اللغة العربية والتربية الإسلامية وتحفيظهم ما تيسر من القرآن الكريم. فأحثكم إخواني أخواتي، أحثكم أن تتبرعوا، أن تتبرعوا لهذا المشروع، وجزاكم الله خير. وفي الأخير وفي الختام أعلمكم أنه يوم الأحد سيكون يوم حفل العيد، وستكون أول مرة تحدث هذه يعني هذا الحدث في منطقتنا في سنار، يشارك فيه حوالي 4 و5 جمعيات. فأدعوكم للمشاركة بكثافة، يعني آتوا بأبنائكم وأزواجكم والجميع يعني إن شاء الله، وشاركونا في هذا العيد يعني يوم الأحد إن شاء الله. Je vais juste résumer un petit peu en français. Donc, je remercie donc Allah subhanahu wa azzawajal qu'on a passé un moment agréable pendant le ramadan. Je remercie tous les frères et sœurs qui ont participé pour cette organisation, notamment la commission culte qui a œuvré pour qu'il y ait beaucoup de frères, des sœurs, des intervenants, des conférenciers. La commission aussi de sécurité, les personnes avec les gilets, nous les remercions beaucoup, beaucoup pour leur travail. Et d'autres commissions, il y a une interaction entre d'autres commissions pour que le ramadan, Inch'Allah, il s'est passé sans incident. Alhamdulillah, c'était très bien. Je fais aussi un petit détour, un petit remerciement pour les fondateurs de cette association. On les remercie beaucoup. Et aussi, je remercie tous les présidents de cette association, en commençant par le président, le premier président, Abdullah Hassan. On les remercie beaucoup. Al-Akh al-Marhoum al-Najmi, on les remercie, Inch'Allah. Et le frère Talib Ahmed, aussi le président Talib Ahmed, on les remercie, Inch'Allah. Et le frère Malik, qui a participé pour le projet de construction de cette mosquée, on les remercie beaucoup. Aussi le frère Raïs, le président Kamel Biga, qui a participé dans la construction de la mosquée. Et après notre frère, le président Abdel Wahab Rabhi, qui a participé beaucoup avec des projets. On le remercie et on demande qu'Allah accepte ses œuvres. Et après le frère Abdel Rizak Ben Salem, aussi c'est le jeune et le vice-président pour 3 ou 4 présidents. Il a travaillé beaucoup, il œuvre et il continue à œuvrer. Donc on lui remercie beaucoup, on lui a fait un petit doha un peu spécial. On lui demande qu'Allah subhanahu wa azzawajal, il lui donne des enfants. Et après, et à moi, je demande la sincérité et puis je demande le paradis. Et après, vous savez tous qu'on a un projet de construction de l'école. Donc je vous incite pour participer à ce projet, Barakallahu fikoum. Et puis il y a une dernière information. Ce dimanche, Inch'Allah, on a une première dans le Sénat. Il y a 4 ou 5 associations de Sénat qui vont fêter la fête de l'Aïd, Inch'Allah. Venez nombreux, venez nombreux. Ça commencera, Inch'Allah, à 10h30. Et on a pour toute la journée. Juste 2 informations avant de finir. Sachez que la quête qu'on a fait pendant le ramadan, il y a pour les dons,
il y avait 11 500 et pour le projet école 13 000. Masha'Allah, ça fait un total de 24 500 que pour le mois de Ramadan. Je vous encourage, je vous incite encore à donner, surtout pour le projet école. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa aqulu lakum eidukum mubarak wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.